تداولت وسائل إعلام أوكرانية وغربية مقطع الفيديو الذي شاهدناه للتو قائلة أنه يوثق لحظة استهداف السفينة الرئيسية في الأسطول الروسي بالبحر الأسود موسكوفا، وأعلنت القوات الأوكرانية أنها ألحقت أضرارا بالغة بالسفينة أو الطراد بالطبع للتأكيد على ما تنفيه روسيا. موسكو لم تنفي غرق سفينتها إلا أنها قالت أن طاقمها أخلى السفينة نتيجة حريق تسبب بأضرار كبرى، مع عدم الإشارة إلى أي هجوم أوكراني. وقالت أن الذخيرة التي كانت على متنها انفجرت نتيجة الحريق الذي لم تعرف أسبابه، وأن السفينة الحربية غرقت لدى محاولة سحبها إلى أحد الموانئ وسط طقس عاصف. تضاربت الأقوال بين البلدين، يعني الجهتين، لكن النتيجة واحدة: غرق ما تسمى بأخطر طراد حربي في البحر الأسود كما يصفها الجنرالات الروس، والتي قادت الأسطول الروسي في حرب أوكرانيا، مما يجعلها رمزا وهدفا عسكريا. وإن صدقت أوكرانيا، هذا إذا إن صدقت، ستكون موسكوفا أكبر طراد حربي روسي يغرقها عدو منذ الحرب العالمية الثانية. موسكوفا بالطبع، بدون هذه الصورة، موسكوفا التي تعد ثاني سفينة كبيرة تفقدها روسيا منذ بدء يعني هذه الحرب، دمرت سفيرة إنزال في هجوم أوكراني في مارس، كانت تملك 16 صاروخا مضادة للسفن ومجموعة من الأسلحة المضادة للغواصات وتوربيدات الألغام حسب التقارير. واكتسبت شهرة واسعة منذ شهر بسبب فيديو تم تداوله على السوشيال ميديا للعاملين على السفينة وهم يطالبون جنود أوكرانيين بالاستسلام ليردوا عليهم بأن يذهبوا إلى الجحيم. أمام طبعا كل ما نراه، بعضها أخبار صحيحة بعضها أخبار كاذبة، لكن الحرب خدعة، حرب نفسية بالأساس. سأقرأ معكم بعض من بين مئات التعليقات التي وردت على غرق أكبر طراد عسكري روسي. سنبدأ من مهدي الذي قال: بالطبع هناك خلط بين السفينة الحربية والطراد الحربي، هو أصغر بشكل أكبر طبعا، ولكن يستطيع المناورة في نفس الوقت. مهدي يقول: إغراق أكبر سفينة حربية روسية هي ذاتها التي تقود الأسطول الروسي هناك، سيدخل الحرب في مرحلة جديدة يصعب التحكم بها، وردة الفعل الروسية ستكون عنيفة وشرسة، وتوسع الحرب خارج أوكرانيا أصبح احتمال أقوى. هذا فعلا موجود مع التهديدات الروسية للأمريكيين بعدم تسليح الأوكران، سنرى حرب مباشرة ربما. جواد ماذا يقول؟ لو صدق الأوكران بأنهم هم من قصفوا السفينة فستكون صفعة قوية جدا تلقاها الروس بغرق موسكوفا، وهي ليست من الأوكران، بل هذه الصفعة رسالة من أمريكا لروسيا، وسنرى الرد عليها قريبا. هنا بيت القصيد. إسماعيل يقول: ليست أوكرانيا من أصاب السفينة الروسية في البحر، إنها دول الغرب المتمثلة في حلف الناتو. أوكرانيا ليست وحدها في مواجهة الروس، ولا بد من إدخال سلاح فعال للخدمة حتى تتغير معادلة إذا أراد الروس كسب المعركة. أساسا المعركة بين الغرب وروسيا، ليست مع الجانب الأوكراني. إسماعيل. وليد يقول: هجوم المروحيات الأوكرانية على مدينة روسية وضرب مركز روسي حدودي في كورسك وإغلاق السفينة أو إغراق السفينة الروسية مؤشرات أن أوكرانيا انتقلت من الدفاع إلى الهجوم بعد انسحاب القوات الروسية من شمال أوكرانيا. وليد، هذا هجوم من الناتو ليس من الولايات المتحدة كما قال أكثر من خبير. دعني أذهب إلى القاهرة، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية سيد محمود محيي الدين. أهلا بك سيد محمود معنا على سكاي نيوز عربية. سيد محمود، الصور
أهلا بك. إدارة لعبة الإعلام والسوشيال ميديا من قبل الجانب الغربي والناتو يعني بدأ يعني يحدث بلبلة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ما رأيناه من أنهم استهدفوا الطراد موسكوفا وبجانب أخبار عديدة أخرى. ما الذي يحدث تحديدا الآن سواء كان على الجانب العسكري البحري أو حتى على الجانب الإعلامي العسكري؟ بكل تأكيد الجانب الغربي متفوق تماما في إدارة الحرب النفسية وإدارة شؤون الإعلام ضد الجانب الروسي بكل تأكيد. الجانب الأوكراني أيضا أصبح أكثر احترافية في إدارة مثل هذا الملف والدعاية لنفسه دون أن يحمل قيادته السياسية أو قيادته العسكرية أي مسؤولية. ومن هنا أحب أن أؤكد لحضراتكم أن إصابة الطراد الروسي تمت بسلاح أوكراني وبصناعة أوكرانية. صواريخ نبتون الأوكرانية هي تطوير لأحد الصواريخ القديمة السوفيتية الصنع L-35U. هذه الصواريخ هي صواريخ أرض بحر للدفاع عن السواحل وكانت ضمن منظومات المدفعية الساحلية. أقدمت القوات المسلحة الأوكرانية عام 2019 وبعد معركة القرم في 2014 وخسارتها لشبه جزيرة القرم في تطوير منظومة هذه الصواريخ التي أثبتت كفاءة ودقة في الإصابة حتى مسافة 300 كيلو متر تقريبا. أتصور أن الإصابة التي تمت يعني سيناريو شامل. قبل الذهاب بعيدا إلى المعلومات، لأنه لا يوجد معلومات محددة أو دقيقة الآن، الجانب الروسي يقول حريق، الجانب الأوكراني يقول نحن من قمنا بهذا، الأطراف الثالثة والخبراء يقولون الولايات المتحدة والناتو مدت أوكرانيا ربما بهذه الأسلحة، لكن إلى أي مدى هذا يؤدي إلى تشعب أكبر في الحرب؟ يعني هل ممكن أن نرى مواجهة هذه المرة مباشرة بين روسيا وأمريكا أو الناتو؟ ده سؤال مهم وهذا سؤال محوري الآن. أن الروس حذروا الغرب أن التمادي في توريد السلاح وتوجيه الأسلحة الفتاكة والأسلحة الهجومية الآن في هذه المرحلة إلى الجانب الأوكراني سيدعو الجيش الروسي إلى استهداف مثل هذه القوافل. وفكرة الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي كانت تعتمد على دعم أوكرانيا بأسلحة دفاعية، ولكن ما صدر عن وزارة الدفاع البريطانية والخارجية البريطانية أكثر من مرة ومسؤولين بريطانيون عن دعم أوكرانيا بأسلحة هجومية وأسلحة بحرية ضد السفن البحرية الحربية الروسية، هذا ما تسرب منذ أسبوع فقط من خلال التصريحات البريطانية. ولكن أسبوع لا يكفي لتدريب الضباط، أسبوع لا يكفي للإمداد بالسلاح الفعلي والواقعي على الأرض. الجميع يتناسى أن الجيش الأوكراني كان رقم 23 عالميا في التصنيف، وأن الجيش الأوكراني بلغ تعداد قواته أكثر من 300 ألف جندي، ولديه القدرة على تنفيذ الهجمة المضادة، ولديه القدرة على الدفاع عن شواطئه وسواحله. ولا ننسى أن الجيش الأوكراني أيضا كانت لديه بحرية قوية في السابق، ولكن بالعودة إلى غرق السفينة المشار إليها أو الطراد الروسي المشار إليه، هذه العملية بدأت أولا بفكرة إلهاء أجهزة الرصد لهذا الطراد من خلال طائرات البيرقدار. أرسلت 3 طائرات بيرقدار بغرض يعني إشغال منظومة الدفاع يعني الذاتي لوحدة الطراد نفسها أو القطعة البحرية الحربية موسكوفا، ثم تم مباغتتها بعدد 2 صاروخ نبتون لإصابتها بصورة مباشرة. الجانب الروسي أعلن أنه هناك حريق في السفينة، والجانب الأوكراني لم يعقب سياسيا حتى لا تتحمل القيادة السياسية المسؤولية المباشرة أمام الجانب الروسي. لم يأتي ذكر هذا على لسان الرئيس أو وزير الخارجية أو حتى وزير الدفاع الأوكراني، ولكن تم التسريبات بصورة فنية بما يؤكد على أن الإصابة تمت من خلال استخدام وحدة الصواريخ نبتون. الجانب الروسي أيضا تحدث عن الغرق وفكرة الغرق هذه روايات استمعنا لها ذاتي داخل وحدة بحرية حربية بهذا الحجم
شيء غير مقبول، شيء لا يمكن تصديقه. طيب سيد محمود، هذه روايات استمعنا لها، لكن هو الحقائق اليوم أن الجانب الروسي استطاع السيطرة على ميناء ماريوبول بشكل كامل. هناك معلومات عن توجه بناحية أوديسا والسيطرة عليها أيضا. هذه الخطة مستمرة في السيطرة على هذه السواحل الذي تقول روسيا بأن متطرفين نازيين أوكرانيين يسيطرون عليها مثل أزوف وغيرها. إلى أي مدى ما حدث يعني يؤثر أو لا يؤثر في هذه الاستراتيجية الروسية؟ بكل تأكيد سيؤثر بالإيجاب فيما يتعلق بحرمان أوكرانيا من الإطلالة على البحر الأسود مرة أخرى. وهذا كان الخيار الثاني للجانب الروسي فيما يتعلق ما بعد تحرير إقليم دونباس. غرق المدمرة موسكوفا في البحر الأسود بكل تأكيد سيدعو الجانب الروسي إلى تسريع عملية احتلال أوديسا وحرمان الجانب الأوكراني من الإطلال على البحر الأسود. وهذا يؤكد الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بتقسيم أوكرانيا إلى أوكرانيا الشرقية وأوكرانيا الغربية. أوكرانيا الغربية ستكون دولة حبيسة وليس لها شواطئ مرة أخرى. نعم. طيب أشكرك جزيلا الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية السيد محمود محي الدين، شكرا جزيلا لك.